الآن واحد بيقول لماذا نقول في نهاية قراءة البولس نعمة الله الآب تحل على جميعا؟ ده بولس باستمرار كان بيقول نعمة ربنا يسوع المسيح، وقراها تلاقيها مكررة جدا جدا، نعمة ربنا يسوع المسيح. ومع ذلك البركة الأخيرة بنقول محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة وموهبة الروح القدس. ما تبقاش حساس قوي، خليك اعرف كل حاجة جملة مع بعضيها، والحقائق اللاهوتية لا تأتي من جملة واحدة، تأتي من الكل. سؤال: هل الأماكن المقدسة تقدس الناس أم الناس يقدسونها؟ الذي يقدس الإنسان هو روح الله القدوس، ويقدسه بطريقة إلهية، لكن المكان الأماكن المقدسة تثير فينا مشاعر مقدسة ننتفع بها روحيا، تثير فينا ذكريات مقدسة نستفيد بها. أما الإنسان يقدس المكان، دي حاجة تاريخية سابقة، يعني مثلا الأنبا أنطونيوس قدس المغارة اللي عاش فيها فبقت مقدسة، لكن مش مكان مقدس واحد يروح له يقدسه، لا، ده سبب تقديس هذا المكان هو حياة مقدسة عاشت فيه. أنا طالب بالثانوية العامة، وكثيرا ما أصاب بالملل في المذاكرة، وأشعر أنني غير قادر على التحصيل، فماذا أفعل في مثل هذا الوقت حتى أستعيد نشاطي في المذاكرة من جديد؟ وكيف كنت قدستك تذاكر المواد التي لا تحبها ولا تستطيع فهمها بسهولة؟ كيف كنت تذاكرها؟ لا يا ابني، انا ما فيش مواد ما كنتش بفهمها، ده الكلام ده عندك انت. وايضا ما فيش مواد ما كنتش بحبها، ما كانش بيحصل كده. لكن برضو ما انكرش ان في بعض اوقات كان الواحد يذاكر ماده ويوصل لوضع انه اتضايق منها، يغيرها بماده اخرى، وبعدين يرجع للمادة الأولانية مرة تانية. زي مثلا لما كنا بناخد امتحانات في الرياضة في الهندسة مثلا، ويجي الواحد في آخر السنة يدور على تمرين مطلوب منه ألف وبه، يخلص ألف ومش قادر يوصل لبه، فيسيب التمرين ده ويمسك تمرين تاني، وجايز بعد ما يخلص التاني تجيله فكرة يرجع للأولاني. فالحكاية عايزة محايلة، إذا زهقت من مادة امسك مادة أخرى وبعدين ارجع للأولانية، دي أول طريقة. تاني طريقة، إحنا ما كناش بنذاكر من غير ما نفهم، لا، الحاجة اللي بتذاكرها من غير ما تفهم هتنساها، حاول إنك تفهم، وبعد ما تفهم الحكاية تدخلها في مخك مفهومة. لكن تدخلها مش مفهومة زي واحد بياكل أكلة نية تأذيه، لازم تستوي وبعدين يأكلها. فكمان الفهم، حاول إنك تفهم.
لأنك لما تفهم هتقدر تستوعب الكلام وتحفظه. هو واد لطيف كاتب لي في المقدمة: عزيزي قداسة البابا. مفيش حد بيبعت لي كده. اللي بيبعته بالانجليزي احيانا بيقولوا. واحد بيقول: لم احضر هذه المحاضرات الا حوالي 8 محاضرات لاني طالب مغترب، يعني جاي من بلد تانية، وعند الصلاة لا أسمع قداستكم تقول: خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، ولا في الصلاة الختمية لا في البداية. فهل هي قوة ملاحظة مني؟ طبعا انت قوي الملاحظة ما فيش شك، بس دي ملاحظة بيلاحظوها الكل. انا كل ما في الحكاية والامضاء صعيد، يعني مستغرب ان قوي الملاحظة هو صعيد. كل ما في الحكاية ان في اختلاف في الترجمة، فالبعض بيقول خبزنا الذي الغد، والبعض بيقول خبزنا كففنا. فانا علشان لا اتحيز للترجمة معينة او عشان ما يتلخبطوش الناس الى اخره، فبصمت اثناءها وكل واحد يصلي على كيفه. والحل بتاع الموضوع ده تقراه في كتاب ابانا الذي اللي أصدرته ليك وبنعمة ربنا، وتلاقي فيه فصل عن خبزنا، حتى كاتب فيه خبزنا 3 نقط أعطنا. خبزنا أعطنا يعني إذا كان خبزنا الذي الغد أعطنا، إذا كان كففنا أعطنا، وبعدين قعدت أفسر إيه معنى هذا الخبز في الصلاة الربانية. يا ريت تقرأ الكتاب ده وتلاقي فيه شرح يريح. بطرس الرسول في ساعة القبض على المسيح كان معاه سيف اللي قطع به ودن العبد، فهل تلاميذ المسيح كانوا يحملون سيوفا؟ لا طبعا، بدليل ان المسيح قال له: رد سيفك الى غمده، من اخذ بالسيف بالسيف يؤخذ. لكن غالبا اللي كان معاه وقطع به ودن العبد سكينة كبيرة من اللي كانوا بيستخدموها في خروف الفصح، لأن قبليها كانوا بيقطعوا اللحمة بتاعت خروف الفصح، بس بطرس احتفظ بيها معايا. سؤال: هل الأنبياء والقديسين الذين اختطفوا الى السماء يأتون الى العالم مرة اخرى؟ طبعا، عشان يموتوا زي بقية البشر، لان لابد ان كل نفس بشرية يموتوا وبعدين يطلعوا للسماء. فإيليا واخنوخ هيجوا ينزلوا يجوا تاني للعالم وهيموتوا وبعدين يطلعوا السماء. اذا كان لابد من تجسد الله لفداء الانسان، فلماذا لم يتجسد الله مباشرة بدلا من ارسال ابنه يسوع المسيح؟ ارجو ان يجد هذا السؤال اهتمام قدسي. اللي عايز اقوله لك: لماذا تفصل بين الله وبين ابنه يسوع المسيح؟ لماذا تفصل؟ ما ابن يسوع المسيح هو نفسه الله، ليه بتفصل؟ تقول: امال يعني ايه ارسل الله ابن؟ عايز اقول لك كلمة بسيطة فدي على رواقة كده، خدها معايا واحدة واحدة، عايزة تتفهم على رواقة. القديس أثناسيوس الرسولي في كتابه تجسد الكلمة قال الآتي: قال إن الإنسان أخطأ
فأصبح يستحق حكم الموت. فإن لم يمت لا يكون الله صادقا، لأن قال له يوم تأكل من شجر موت أن تموت، ولا يكون الله عادلا لأن سوى بين حالة الخطية وعدم الخطية. وإذا مات الإنسان يكون دي ضد رحمة الله وضد حنانه وضد قوة الله، كأن الشيطان انتصر على الله في معركة، وإن ربنا خلق الإنسان كأكمل شيء في المخلوقات ذوات الأجساد، ويجي الشيطان يلخبط له كل حاجة، ويبقى أيضا ضد حكمة الله لأنه كان خيرا للإنسان لو لم يخلق من أنه يخلق لكي يموت. يبقى المسألة تتحل إزاي؟ يحلها عقل الله وحكمة الله. والابن هو أقنوم العقل وأقنوم الحكم، والأقنوم الثاني. ولذلك في كورنثوس الأولى إصحاح 1:24 يقول المسيح الذي هو قوة الله وحكمة الله. فحكمة الله اللي هو أقنوم الكلمة، اللي هو اللوجوس، اللي هو عقل الله الناطق ونطق الله العاقل، تدخل في الموضوع لحله. يبقى زي ما نقول الله أرسل عقله، أرسل معرفته، أرسل حكمته لكي يفدي الإنسان. يعني مش مسألة صعبة، والله وحكمته حاجة واحدة. واحد بيقول أردت وليس نظرت، أردت وليس نظرت أن أضع العشور في كنيسة ما، ولكن صادفني أحد الفقراء من خارج الكنيسة فأعطيت جزء من العشور والباقي في الكنيسة، فهل هذا يصح أم أضع العشور كلها في الكنيسة؟ يا ابني ما تخليش الشيطان يشككك في عمل الخير. لما بتديها للكنيسة بتديها لربنا، ولما بتديها للفقير بتديها لربنا. لكن الشيطان شاطر، إن مدتش يشككك، يعني لو الفقير ده مدتوش يشككك، وإن اديته يشككك. لو الشيطان شككك وقال لك ليه تدي الفقير وما تديش ربنا، قل له مالكش دخل، أنا أدي منين ما أنت عايز وخليك بعيد عننا، أنا وربنا نصطفي مع بعض. لكن تقعد تتشكك في كل حاجة ليه يا ابني كده؟ واحد بيقول تحكي الأناجيل الأربعة عن حياة السيد المسيح من البشارة حتى القيامة، ولكنها لم تحكي بالتفاصيل ما بعد ولادة المسيح. هو الأناجيل كتبت من أجل قصة الخلاص. من أجل إيه؟ قصة الخلاص وفترة طفولة المسيح. يعني ما فيهاش التفاصيل اللي تدخل في نطاق قصة الخلاص، إلا المعجزات الخاصة بولادته من عذراء، وأيضا ما ورد في إنجيل لوقا عن كلامه مع الشيوخ وهو طفل. الباقي ملهوش لازمة، المهم في التركيز على لاهوت المسيح وتخليصه للبشر.